You presume you are a small entity, but within you is enfolded the entire universe. هسه إن شاء الله نرجع ونكمل الشرح. هسه راح نشرح محاضرة النيموثوراكس. شفتها محاضرة يعني تحتاج شرح، فراح نشرحها إن شاء الله. الكارديو خلصنا، يعني الانجيوغرافي، محاضرة الانجيوغرافي القسطرة ما داخلة بالفاينل، والإي سي جي إحنا شارحي، فخلصت إن شاء الله محاضرات الكارديو. هسه النيموثوراكس، شنو يعني نيموثوراكس؟ يعني أكو غاز وين بالبلورال كافيتي، البلورال سبيس، اللنج محاطة بكافيتي اللي هي البلورال كافيتي، زين هم يغطيها غلاف الفيسرال بلورا، ورا الفيسرال بلورا أكو فيد بلورال كافيتي، ورا هاي الكافيتي أكو برايتال بلورا مثل ما نعرف. هاي اللنج المفروض يغطيها هنا الفيسرال بلورا، هاي هي الكافيتي، وهاي هي شنية البرايتال بلورا. فكل اللي دي يصير بالنيموثوراكس الهواء دي يتجمع هنا غاز، فشي يسوي لك كومبريشن على اللنج، فاللنج بعد ما تقدر يصير بيها اكسبانشن، فهذا اللي دي يصير بالنيموثوراكس، هواء دي يتجمع بالبلورال كافيتي يمنع اللنج اكسبانشن. زين، فهذا هو غاز ان بلورال سبيس which is termed نيموثوراكس. النيموثوراكس راح نشوفه هو two types، اكو spontaneous واكو شي يسموه traumatic. تروماتيك زين، الاسبونتانيوس شنو والتروماتيك شنو؟ من اسمه تروماتيك واضحه هاي، يعني اكو فد تروما، فد اكسترنال تروما، فد اكسترنال ايفنت صار هذا الشخص، مثلا صار له حادث سياره وبسبب التروما او بينيتريتنج انجري، يعني طلقه مثلا هي اللي سوت لك بينيتريتنج انجري، سوت شنو بسبب هاي الانجري، دخل الهواء للبلورال سبيس وضغط على اللنج. زين، RTA مثلا حادث سيارة، مرات ياتروجينيك حتى نشوفه احنا الاطباء، ممكن يسوون مثلا جاي يسوي هو chest tube، دي يدخل chest tube او دي ياخذ بايوبسي من اللنج، وشنو يسوى انجري باللنج، فالهواء بدا صار ليك والهواء بدا وين يتجمع بالبلورال، فاكو تروماتيك راح نشوف. اما الاسبونتانيس لا، يعني ماكو external trauma، spontaneous يعني ماكو في شيء external trauma سببت، لا المشكلة من اللنج نفسها، الهواء ده يطلع من اللنج نفسها بس مو بسبب external trauma، لا هي اللنج بيها فد شي خلى الهواء يطلع من عدها، وطلع من اللنج وين راح للبلورال سبيس، ضغط على اللنج وسوى نيموثوراكس. هذا هو two types. فالspontaneous اللي هو شنو إن اللي هو يصير in the absence of an external event، ماكو فد شي خارجي سببه، لا هو صار وحده. شلون هسه راح نشوف الاسبونتانيوس، هذا هو نفسه راح ينقسم الى برايمري وسكندري. البرايمري يعني شخص ما عنده لنج ديزيز، ما عنده هيستوري اوف لنج ديزيز، ممكن عنده امراض ثانيه هي تخليه لايبل انه يصير عنده نيموثوراكس، بس ما عنده لنج ديزيز. زين، يعني ما عنده سي او بي دي، ما عنده اسما، ما عنده نيمونيا، ما عنده سيستيك فايبروسيس، ما عنده اي لنج ديزيز. اما السكندري لا، السكندري هو شخص عنده لنج ديزيز، قد يكون سي او بي دي، نيمونيا، سيستيك فايبروسيس، المهم عنده لنج ديزيز. البرايمري ما عنده لنج ديزيز، هيستوري اوف لنج ديزيز، السكندري لا عنده. هذا السبونتانيس والتروماتيك والله عرفنا. اذا هسه راح اقسم السبونتانيس الى برايمري سبونتانيس وسكندري سبونتانيس. اذا هذا السبونتانيس قسمنا برايمري وسكندري. زين، وقلنا قد يكون هذا نوع ثاني غير الاسبونتانيس اكو تروماتيك، شخص قلنا تروما صارت له او ياتروجينيك احنا عن طريق chest tube، عن طريق drugs، مرات راح نشوف اكو drugs هي ممكن تسوي الشخص liable انه يصير عنده نيموثوراكس. زين، بعض الاشياء اللي هي risk factor انه الشخص يصير عنده نيموثوراكس هي structural abnormalities اللي هي ذني connective tissue disorder مثل المارفان سيندروم والإهلار دالوس. ذول عادة هن شنو بريدسبوز المن للبرايمري سبونتانيوس نيموثوراكس. المارفان والإهلار دالوس سيندروم، شنو هذا الإهلار دالوس والمارفان سيندروم؟ كونكتيف تيشيو ديسوردر، فد ديفكت بالكولاجين، و يعني فد كونكتيف تيشيو ديسوردر، ذول يصيرون طوال
وعندهم هايبر موبيليتي، راح تشوف هو هذول جماعة الاهلر دالنس، شوفوا السكين ماتش قد يعني الاستيك زين، لان عنده ديفكت بالكولاجين والكونكتيف تيشو، وجوينت هايبر موبيليتي بنفس الوقت يكونون طوال عادة، واللنج مالتهم لان اكو ديفكت بالكولاجين وبالكونكتيف تيشو، شي يصير عندهم بريديسبوزيشن انه هاي اللنج يصير بيها بكل سهولة رابتشر، وبالتالي شنو لان رابتشر شو راح يصير عندهم ليكج اوف اير ويصير نيموثوراكس. وايضا جماعة المارفان يكونون طوال عادة، شافوا انه الاشخاص الطوال طبعا اي طول اي شخص طويل سواء عنده مارفان او ما عنده، يعني هو اصلا يعني المارفان هم يكونون طوال بس يجوز شخص طويل وما عنده مارفان سيندروم، ذول ليش يصيرون بريديسبوزيشن عادة الاطوال؟ هذا الرابيد جروث اللي دي يصير عند الاطوال، ايش راح يصير؟ اللنج نفسه هم يصير وياها رابيد جروث، فهاي اللنج بسبب الرابيد جروث راح يتكون بيها فد هيك مثل الكافيتيز او بليب، يسموها بليب سب بلوب سب بلورال بليب زين، سب بلورال بليب بليب ذني مثل السيست او البليبس. شنو هاي؟ ممكن شنو بسبب الرابيد جروث اللي دا يصير باللانج والستريتش والهاي، فذن البليبس راح شنو ممكن ترابتشر وشي يصير اير ليكج وبالتالي يصير نيموثوراكس. هسه الكونكتيف تيشو ديس اوردر مثل اهلر دانلس والمارفان زين، والاشخاص الاطوال بشكل عام ذولا يعني دائما predisposition يصير لهم انه يصير عندهم نيموثوراكس زين. هسه اللي حكينا حتى ما حتى نسوي يعني سمري للي حكينا، قلنا اكو two types low spontaneous low traumatic. trauma من اسمه واضح، spontaneous ماكو فد external trauma، ماكو فد external event، قد تكون primary يعني شخص ما عنده lung disease COPD وغيرها، سكندري عنده لانج ديزيز. جماعة البرايمري عادة ذول البرايمري هم وين عندهم، هو ما عنده لانج ديزيز نفسه يعني ما عنده فد سبيسيفيك لانج ديزيز، بس هو ايش عنده؟ يجوز عنده يجوز ستراكتشر ابنورماليتي مثل ما حكينا، عنده يجوز مارفان اهلر دانلس، ذول اكثر شيء يصير عندهم برايمري سبونتانيوس زين. واكو اشياء ثانية ميسلينيوس يعني متنوعة هي فد ريسك فاكتور انه شخص يصير عنده نيموثوراكس، مثلا جماعة الانيروكسيا، واكثر شيء اللي الانيروكسيا مو الانيروكسيا العادية، الانيروكسيا يعني lack of appetite، لا اللي عندهم ديزيز يسوي لهم يعني اللي هم شنو يسموه عندهم هذا جماعة الانيروكسيا نيرفوزة، هذا في الديزيز ذول اشخاص يعني عندهم في مشاكل نفسية انه هو يخاف يسمن، يخاف انه ياكل اي شيء، يريد بس يضعف، دائما يتابع نفسه بالمراية ويشوف نفسه، خاف سمنان، يحاول حتى مرات هو يعني من ياكل اذا اكل يحاول هو يسوي vomiting، هو induce vomiting. فجماعة الانيروكسيا نيرفوزة ذولا يهمين بسبب انه هو مال نيوترشن مدى ياكل هو، فهذا يسوي weakness باللنك تشيو، وبالتالي يصير بكل سهولة بيها رابتشر وليكج وإير يتجمع ويصير نيموثوراكس. وبسبب الانديوز vomiting هذا من يزوع يحاول يسوي يزوع نفسه، لا تتذكرون واحدة من الأشياء اللي ممكن تصير عند الشخص اللي يزوع بقوة شي يصير عندهم رابتشر بالإسفاجس، يصير باور هاف سيندروم، وهذا الرابتشر بالإسفاجس راح شنو أيضا بريدسبوز إنه الشخص راح يصير طبعا تتجمع توكسينز والفود والكيميكالز كلها بالبلوراي، الإسفاجس يرابتشر يتجمع أيضا بالتشست كافيتي وهاي، فيصير فد انفلاميشن ومدياستينايتس يسموها مدياستينايتس، وهاي هم يعني بريدسبوزيشن يصير عنده بلورال افيوجن نيموثوراكس يعني واي زين. الاكسرسايز طبعا الاكسرسايز اي شخص يبذل مجهود خاصه الويت ليفتنج يعني يرفعون اثقال، هذا يعني الاكسرسايز بحد ذاته اللنج يعني تبذل مجهود اكثر من اللازم خاصه بالويت ليفتنج يعني، فممكن شنو انه راح شي يصير ليكج رابتشر بفد، خاصة اللي هم اصلا بريدسبوزيشن عندهم ذن السب بلورال بليبز او حتى الشخص نورمال يجوز، بس لان السيفير اكسرسايز انه راح شنو
راح تربتشر هاي و يصير نيموثوراكس. وايضا لدراجز يوز سام دراجز راح تشوف انه هي بريديسبوز ذا بيشنت تو وحده منهم مثلا الاميون سبريشن والستيرويد والاميون سبريسنت. وهاي طبعا من ناحيه هي الشخص من يصير عنده اميون سبريشن هذا هو لايبل فور انفكشن ممكن يصير عنده نيمونيا والنيمونيا هي انفكشن باللنج تيشيو راح يصير ديستركشن ممكن يصير شنو ايضا النيمونيا كلنج ديزيز هي بحد ذاتها بريدس اي لنج ديزيز هذا شيء يصير عندهم يجوز يصير عندهم ذولج يصير عندهم سكندري زين على اعتبار قلنا اللي عنده لنج ديزيز يصير عنده سكندري فالاميون سبريسنت كنيمونيا ك ايضا بور ووند هيلينج يعني هذا صارت عنده نيمونيا واخذ ستيرويد مثلا زين او هو الستيرويد سوى عنده نيمونيا ايضا الهيلينج الستيرويد والاميون سبريسنت الهيلينج مال التشيو يضعف وبالتالي هذا شنو اللنج ما راح يصير بيها هيلينج فممكن ترابتشر يعني ويصير شنو هذا النيموثوراكس كيميون سبريشن وايضا ككيموثيرابي يعني ذولي ممكن هو عنده تيومر واخذ كيموثيرابي تيومر باللنج الكيموثيرابي دي يسوي لايسز بالتيومر وبالتالي هذا اللايسز هذا الدستركشن اللي دي يصير بالتيومر ممكن ينتهي اصلا بنيموثوراكس هو يجوز عنده لنج كانسر ودي يتعالج هسه اللنج كانسر بحد ذاته هو ممكن يسوي نيموثوراكس طبعا والتريتمنت اذا اخذ كيموثيرابي لايسز هم بريدسبوز يعني فهذن الدراجز ايضا ممكن تصير بعد شنو الاشياء اللي ممكن تسوي لك هاي ريسك فاكتور هسه بدنا نحكي احنا خلصنا من التايبس التايبس سبونتانيس تروماتيك السبونتانيس برايمري وسكندري هسه بدنا نحكي كانه ريسك فاكتور حكينا المارفان والاهلر دانلس دول للبرايمري للسبونتانيس يعني برايمري سبونتانيس وذن اذا ناخذ يعني الاكسرسايز الانوركسي زين بعد جماعه الاير ترافلنج والسكوبا دايفنج شو الفكره انه اي شيء هي هاي لانج هسه احنا عندي لانج زين وتحيط هاي اللانج بلورا بلورال كافيتي بلورال كافيتي طبعا البلورال كافيتي المفروض الضغط بيها شنو نيجاتيف بريشر اللنج حتى تتوسعني شلون اخذ انسبيريشن غير لازم اللنج يعني الهواء يدخل لللنج وتتوسع اللنج طبعا لازم البريشر هنا بالبلورال سبيس المفروض شنو نيجاتيف يعني حتى اللنج تقدر تتوسع تتغلب عليه وتتوسع يعني لازم يكون نيجاتيف حتى اللنج تقدر شنو يصير لها اكسبانشن يعني وهذا اللي يصير نورمالي بالانسبيريشن هاي المفروض هيك طبعا من يتجمع الهواء هنا ويزداد الضغط بالبلورا راح يصير النيموثوراكس اللنج ما تقدر تتوسع هاي افتهمنا شنو شغله الاير ترافلنج والسكوبا دايفنج طبعا اللنج اي شيء يسوي دي كومبريشن على اللنج دي كومبريشن يعني شنو دي كومبريشن يعني انت مثلا هسه المفروض خارج اللنج يعني اوكي البلورال سبيس المفروض شيء يكون نيجاتيف بريشر حتى اللنج تتوسع بس خارج الجسم كاتموسفيرك بريشر لازم اكو فد ليفل معين يعني زين يعني لازم اكو اكسترنال بريشر اللي هو اتموسفيرك بريشر هذا الاتموسفيرك بريشر اللي هو خارج الجسم من يصير بي سادن دروب يعني شنو سادن دروب بالبريشر يعني سادن دروب بالاتموسفيرك بريشر شلون مثلا انت جاي شنو تصعد بالطياره اير ترافلنج انت الضغط على مستوى الارض زين الى فد ليفل معين من تصعد بالطياره كل ما يزداد الارتفاع والابتعاد عن مستوى سطح الارض بالاير ترافلنج بالطياره طيارات وهاي راح شنو الضغط ينخفض كل ما احنا كل ما نصعد فوق الضغط ينخفض فالاتموسفيرك بريشر قل فاللنج بما ان الضغط اللي هو الخارجي المسلط عليها قل فايش راح يصير بيها سادن اكسبانشن زين الضغط الخارجي قل فهي راسا يصير سادن اكسبانشن فهذا السادن اكسبانشن اوف لنج بريديسبوز انه اللنج بسرعه صار بيها اكسبانشن اللي هو يعني صار لها ديكومبريشن الضغط الخارجي اللي عليها قل ديكومبريشن صار لها سادن اكسبانشن هذا ممكن شيء يسوي له ممكن يصير بيها رابتشر خاصه اذا هي بريديسبوزد اوريدي يعني هي بها ذن السيستيك كافيتي اللي دن حكيناها فهاي رابد انفليشن باللنج امتلت فترابتشر يجوز وبالتالي شي يصير فاذا اي دي كومبريشن شخص صعد طيارة خاصة اذا الطيارة يعني لازم بيها فد بريشر سيستم يعني هي خاص بس اذا ما بيها طيارة قديمة او شي والسكوبا دايفنج
زين الداي هسه افتهمنا صعد فوق هاي زين ذول الدايفنج شلون؟ انت طبعا من تغوص الضغط بالعكس يزداد لان انت جاي تقترب من مستوى يعني جاي تقترب من الارض وباطن الارض يعني بالدايفنج فالضغط يزداد بالعكس. لكن انت غصت هسه من جاي تصعد انت غصت وراح تصعد لتريد ترجع للسطح مستوى البحر او النهر او النهر لا طبعا النهر نهر يعني شو اسمه يعني مو عميق بس ذول اللي هم غواصين بالبحار والمحيطات يعني هو غاص الضغط زاد كلش الضغط عليه بس دا يصعد ضغط عالي هسه صعد لي رجع للسطح سطح البحر فهمينا شنو هو كان ضغط عالي رأسا انخفض الضغط عليه صار دي كومبريشن عليه فهذا بريدسبوز انه يصير عنده نيموثوراكس. زين هسه خلصنا هذا كريسك فاكتور وافتهمنا بعض الباثوفيسيولوجي ايش دا يصير. هسه نجي شنو نجي هسه للبرايمري سبونتانيس. زين برايمري شنو معناته؟ نو بري اكزيستينج لانج ديزيز يعني لانج ديزيز هذا معنى برايمري. سبونتانيس شنو يعني؟ نو اكسترنال تروما اور اكسترنال يعني ستيمولس للنيموثوراكس. فبرايمري سبونتانيس هو تراديشنالي ديفايند از ان نيموثوراكس ويتش بريزنت وذاوت اكسترنال ايفنت مثل ما حكينا وان ذا ابسنس اوف ا كلينيكال لانج ديزيز نو بري اكزيستينج لانج ديزيز. هذا عادة البرايمري سبونتانيس يكون بيونجر ايج جروب من السكندري لان السكندري قلنا ذولاك جماعة الكرونيك لانج ديزيز سي او بي دي يكون اولدر هذا يكون لا شنو يكون باليونجر ويكون بالميل اكثر تول دائما تول ثين ميل تول ان ثيل ان ميل ليش قلنا رابد جروث عند ذول الاطوال فدي يصير هذا السب بلورال بليب واللي هو شنو قلنا ممكن ترابتشر وتصير عندهم. زين بالميل يقول لك من 7.4 لكل 100,000 بيرير هذا فد ابيديمولوجي مو مهم ما يعرف ليش يعني اكو فد فرق يعني ليش مناطق اكثر من مناطق ثانيه مو كلش فشي بس قلنا تول طويل ثن وشوف باليونج 10 الى 30 سنه 10 15 الى 30 سنه. زين كباثوجينيسيس قلنا اكو سب بلورال بليب واللي هي قلنا هاي اللي هي مثل السيستيك مناطق دايليتد باللنج ترابتشر. زين او بولا مرات يسموها اير ساك فد اير ساك بين يعني بين اللنج والبلورا صاير ويصير بيها رابتشر. زين هو عنده هذا الاير ساك وصار عنده مثلا بذل فد ويت ليفتنج او غاص وبعدين صعد او صعد بطياره او كافينج سيفير كافينج كل هاي ممكن تسوي. طبعا السموكينج هسه احنا هو اصلا يسوي كرونيك لانج ديزيز هذاك بالسكندري سبونتانيس بس هسه عندي احكي عن برايمري هو بالبرايمري ريسك فاكتور طبعا لانه يعني بدون السموكينج بدون ما يسوي لانج ديزيز هو ريسك فاكتور للبرايمري اللي هو قلنا without لانج ديزيز. ليش؟ طبعا هو السموكينج do its effect on the collagen و connective tissue due to its effect on انه شخص دائما شنو دائما كف يعني without lung disease هو smoking هو راح يصير عنده كفنج وهذا الكفنج ايضا هو risk factor. زين بعد genetic predisposition الشخص اللي هن قلنا ذولة جماعة certain diseases مثل شنو اكو congenital diseases هذا مثلا هذا في الديزيز يسموه البيرت هوغ دوبي سيندروم فد autosomal dominant disease هذا شي يصير عندهم ذولي يصير عندهم في cystic cavity باللنج في cyst lung cyst that do not usually cause symptoms but can rupture في cystic هذا فكرته انه تتكون في cyst هم يعني في باللنج cyst cystic باللنج هاي ترابتشر ويصير عندهم له بعد شي يصير عندهم ذولي يصير عندهم fibro folliculoma يعني شنو tumor of hair follicle الهير فوليكلز يصير بيها تيومر يعني يسموها فايبرو فوليكولوما هاي وين بالسكن فيصير عندهم سكن ليجن فايبرو فوليكولوما فد سكن بامبس او فد سيست بالسكن
بعد شي يصير عندهم قلنا النيموثوراكس بريديسبوزيشن يصير عندهم ويصير عندهم كيدني كانسر ايضا يصير فد عندهم شنو هم فد سيستيك ليجنز بالكيدني وتنتهي بك بشنو كيدني كانسر هذا جماعه هذا الديزيز اللي شويه اسمه صعب زين اللي سميناه بيرت هوغ دوبي سيندروم فد اوتوسومال دومينانت جينيتيك ديزيز بعد جماعة الهايبر هوموسيستينيميا طبعا هذا هو طبعا ديزيز ما اخذي احنا بالبايوكيمستري اذا تتذكروا الهوموسيستينيميا وغيرها فد امينو اسيد زين اعتقد او هيك شيء يعني بالديس اوردر بالامينو اسيد او شيء هذا ليش يصير هذا الهايبر هوموسيست ما متاكد بالضبط ما اتذكر كلش صراحه الباثوفيزيولوجي مالته بس فد ميتابوليك خلينا نقول ديس اوردر هذول ليش يصير عندهم بي 6 زين اور بي 12 اور فوليك اسيد ديفيشنسي هم اذا حاكينا اذا التفاعل هو يدخل بالبي 6 والبي 12 والفوليك اسيد يعني في التفاعل ما اتذكره بالضبط صراحه ماكو داعي نتذكره بس حسب ما اتذكر كان بالامينو اسيدز فهذا بجماعه البي 6 والبي 12 والفوليك اسيد ديفيشنسي راح شي يصير يتجمع الهوموسيستين فيصير عندهم هايبر هوموسيستينيميا بي 6 بي 12 وايضا الالكوهوليك اكثر شيء زين جماعه الالكوهول يصير عندهم ليش لانه الالكوهول هو يسوي بي 12 ديفيشنسي والبي 12 ديفيشنسي والبي 6 والفوليك اسيد ديفيشنسي راح شنو لان هن ذولا يدخلون بالتفاعل مالته فمن يصير ديفيشنسي بيهم يتجمع هو يتجمع الهوموسيستين اذا الهايبر هوموسيستين مفيد ميتابوليك ديس اوردر دو تو ديفيشنسي ان ذوز فيتامينز وكرونيك الكوهوليزم هذا الهوموسيستين من يتجمع شي يسوي يسوي ايضا له افكت يسوي ديجريديشن بالكولاجين وبالكونكتيف تيشو وبالتالي ايضا شنو ممكن ياثر على اللنج والكونكتيف تيشو باللنج وبريديسبوز تو نيموثوراكس نفس هذا حكيناه كريسك فاكتور بالكارديوفاسكولار بالاسكيميك هارت ديزيز حكيناها اذا تتذكرون دول يصيرون لايبل فور شنو فور ثرومبوسز كورونري ارتري ثرومبوسز واسكيميا وام اي وغيرها فاذا حكيناها واحد من الريسك فاكتور فور كورونري ارتري ديزيز هو هايبر هوموسيستينيميا ليش يسوي ثرومبوسز بالفيزل على الارتريز يروح يسوي ديجريديشن بالكولاجين اللي موجود بالارتري فيصير ثرومبوسز الالفا 1 انتي تربسين ديفيشنسي طبعا هذا هو ديزيز شي يصير عندهم انفيزيما يعني ايرلي اونست انفيزيما يصير عندهم ايرلي اونست اذا تتذكروا هم حاكي باللانج وهاي ما فد ايرلي اونست انفيزيما والهاي الانفيزيما ايضا تكون مثل البولي فالشي يسموه البولي او البله اللي هي هم ينفد ساك باللانج هاي شنو ممكن ترابتشر زين هم يصير ديستركشن بالتيشيو مال اللانج والالفيولاي يصير دايليتد الفيولاي تتحد مرات الالفيولاي دايليتد سوا فتصير هاي البله واللي هي ترابتشر وتصير نيموثوراكس والجماعه المارفان قلنا الاطوال اللي يصير عندهم ايضا ريسك فاكتور انه هاي كلها جاي نحكي برايمري سبونتا هو هسه ما عنده لانج ديزيز يعني ما عنده سي او بي دي او شيء بس عنده شنو عنده في الديزيز يسوي له ريسك فاكتور انه عنده شنو عنده كونكتيف تيشو ديزيز هسه الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي اوكي قد تنتهي بعدين بكرونيك لانج ديزيز وبالتالي تصير كانه سكندري بس هي قبل لا تنتهي بكرونيك لانج ديزيز هي بحد ذاتها هذا الديزيز هو شنو هو انه بريديسبوزيشن انه يصير عنده نيموثوراكس اذا هسه البرايمر هو ما عنده لانج ديزيز او بعد ما صاير عنده لانج ديزيز عنده فيد ديس اوردر شنو يخليه لايبل انه يصير هذا الرابتشر عنده باللانج connective tissue defect وهاي فيصير عندها نيموثوراكس بعد وقلنا الدروب بالاتموسفيرك بريشر يعني هذا من ينخفض الضغط يصير decompression يصير sudden expansion باللنج فيزداد عندهم النيموثوراكس زين خلاص البرايمري هسه نجي السكندر السكندري لا والله هذا عنده established lung disease established lung disease وسبونتانيس يعني قلنا ماكو تروما نيموثوراكس a complication of underlying lung disease هو عنده بالبرايمري ما كان عنده
همين بالميل، يعني هسه اثنيناتهم سواء برايمري او سكندري بالميل اكثر، بس هذا شوين يجي بالاولدر بيشنت، يجي باللي فوق ال 55 اولدر بيشنت. Nearly every lung disease can be, إذن any lung disease can be complicated by pneumothorax. The most commonly COPD with TB والانترستيشيال والسيستيك فايبروسيس والمالجنسي، ان ذول اي لانج ديزيز انه بريديسبوزيشن انه يصير قده رابتشر ونيموثوراكس. زين نيمونيا مثل ما حكينا ستاف كليبسيلا سيدومو اي نيمونيا ديستركشن وانفكشن. زين حتى جماعه الكوفيد 19 صار قده صار قسم من عندهم صار عندهم نيموثوراكس. طبعا the severity of the COPD correlate with the likelihood of developing spontaneous secondary spontaneous. يعني كل ما الديزيز اللنج ديزيز مور سيفير كل ما مور لايبل انه الشخص يصير عنده نيموثوراكس. خلصنا برايمري اند سكندري سبونتانيس، خلص السبونتانيس. هسه التروماتيك، التروماتيك شنو يعني؟ واضحه تروما، قد تكون بلانت تروما يعني بآله رافضه، يعني مثلا حادث سياره ار تي اي مثلا. زين او لا penetrating يعني مثلا stab wound. زين او شنو مثلا طلقه penetration. زين هسه هاي الطلقه من تخترق ال 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 chest راح تجيب هواء externally، راح تجيب هواء external يعني external air ويدخل. بنفس الوقت هي ممكن تخترق اللنج والهواء مال اللنج يطلع للبلوره، وبالتالي يعني هم external هم internal يجوز. زين وممكن التروماتيك قد تكون اياتروجينيك او نون اياتروجينيك. اياتروجينيك الاطباء سووه ميديكال بروسيجر which have the potential to introduce air. طبعا قد يدخل هذا الاير للبلورة من خلال التشست كافيتي من النك. مرات يصير هسه البلورة يصير لها اكستنشن حتى للنك يعني الابكس مالته. ممكن فيد بروسيجر يعني حتى عن طريق الجي اي تي وعن طريق الدايافرام بعدين، وهذا الهواء من الدايافرام يعني من الجي اي تي ومن الابدومين من الدايافرام اخترق شنو الهواء اخترق التشست كافيتي وراح للفلورا. او قلنا التروما قد تكون هاي اياتروجينيك، قد تكون طبعا شنو اكثر شيء اياتروجينيك التشست تيوب البايوبسي. زين ذني النون اياتروجينيك اللي هو دوتو شنو اكسترنال تروما اللي هي شنو external قلنا ال RTA وال penetrating قد تكون minor قد تكون severe. هسه هذا حكينا قبل لا ناخذ clinical presentation. هسه احنا ايش قسمنا؟ قسمنا spontaneous و traumatic وال spontaneous primary و secondary. هذا تقسيم. اكو تقسيم ثاني pneumothorax على غير اساس. هسه هذا حكينا، خلينا نشوف اذا بس اقرأ السريع اذا اكو في شيء ما حكينا. يعني هنا تقريبا هو نفس الحكي. ها اكو شنو؟ اكو يقسمون النيموثوراكس غير تقسيم ما له علاقه بها الى فتشي يسمو كلوزد تايب اوبن تايب وتنشن. شنو الكلوزد تايب؟ كلوزد تايب يعني شنو؟ صارت فد انترنال هنا مثلا هاي اللنك صار بيها فد يعني فد ليك صار من اللنك والهواء وين راح؟ للبلورا، للبلورال سبيس. بس هذا رأسا انسد، الهواء طلع شوية ورأسا انسد closed، بحيث البلورال بريشر بعده نيجاتيف يعني ما صار بوزيتيف بلورال بريشر بحيث يسوي سيفير امبيرمنت باللنج اكسبانشن. وهاي فهذا الكلوز تايب فيد انترنال انجري او فيد انترنال ليك اوف اير من اللنج تيشيو وين راح؟ للبلورال سبيس. انسد وراها سبونتانيوس او ورا فتره وما سوى لك ذاك الافكت السيفير. يعني شنو بقى هنا ذاكرها؟ يقول لك اذا هذا الكوميونيكيشن اللي صار بين اللنج والبلورا سيلز اوف از ذا لنج ديفليت اند داز نوت ري اوبن ذا نيموثوراكس از كولد كلوزد. يعني صار فيد كوميونيكيشن، صار فيد ليكج من اللنج للبلورال سبيس، راح الهواء بس مره واحده وما صار له ري اوبننج، انسد وراها بحيث البريشر بقى نيجاتيف وصار spontaneous reabsorption of air and re-expansion in a few days. هاي يسموه closed، يعني هذا self-limiting خلينا نقول.
ومو والانفكشن بي يعني قليل، انكمن ان يصير انفكشن. لا والله الاوبن، الاوبن هنا الانجري شنو؟ لا الهواء بدا انه شنو بدا يطلع، وشنو يطلع من اللنج ويدخل، يعني شنو ما صار ما انسد، الهواء يطلع ويدخل. بس هنا اوكي وما انسد، بس زين من ناحيه انه على الاقل الهواء صح دا يطلع من اللنج ويروح للبلورا بدا يرجع وراها لللنج، فاوكي دي يسوي كومبريشن على اللنج بس على الاقل ممكن يرجع. الكارثه اذا هو تنشن، التنشن انه الهواء بس يطلع هنا صار one way valve.